يعيش سكان مدينة غزة وما تبقى من أهلها في الشمال ليالي مريرة مع استمرار محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي التوغل إلى قلب مدينة غزة، محاصرا عددا من المشافي والأحياء السكنية، محاولا رسم فرض مسار سياسي جديد على الفلسطينيين قبل نفاذ الوقت وتغيير مواقف الدول. المزيد في هذا التقرير الذي عده الزملاء من غرفة الأخبار. على تخوم المشافي تقف دبابات الجيش الإسرائيلي بعد أن توغلت عشرات الأمتار بالقرب من مركز مدينة غزة، وما أن ينقض الليل حتى تسمع أصوات الاشتباكات العنيفة المتبادلة، ومعها تلقى حمم النار بالقرب من المشافي المكتظة بالنازحين والتي يفترض بها حماية الأرواح لا أن تتحول إلى توابيت للمدنيين. هنا من داخل المشافي في شمال غزة يطلق الأهالي للعالم والمجتمع الدولي والعالم العربي والإسلامي آخر صرخاته لعل من يستجيب لوقف آلة الحرب المروعة، حيث يبيت الفلسطينيون ليلا مروعا منذ 35 يوما استخدم فيه الاحتلال كل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا عليهم بشكل مباشر. وتشكل أيضا صور جموع النازحين الفلسطينيين هي الأخرى واقعا أليما وسيبة أخرى على الضمير العالمي والمجتمع الدولي الذي صمت على جرائم الاحتلال لأكثر من 7 عقود. وليست لغة الموت هي البضاعة الوحيدة لجيش الاحتلال، بل يحاول رسم مستقبل ومسار جديد لقطاع غزة هدما للبيوت وتمهيد لدخول آلة الحرب أو تحقيق لهدفه الذي وعد بقضم أجزاء من القطاع. وعليها تبشر فرقة الهندسية بتصحيح الأرض وتسويتها خدمة للاستراتيجية العسكرية، وأيضا لعله البقاء الدائم في شمال القطاع، فالمسألة أبعد بكثير من ذريعة هزيمة الفصائل أو استعادة الرهائن. وحينما ينفض غبار الحرب ستكتشف كارثة إنسانية مهولة مع وضع سياسي داخلي وخارجي أكثر احتقانا من أي وقت مضى. ما زالت العملية العسكرية تراوح مكانها، ومع انقطاع الصورة عن شمال غزة يبقى حجم الكارثة المهولة في تزايد، لكن الوقت هو ما يعول عليه ضمن خطة الاحتلال الرامية إلى إحكام السيطرة الكاملة على شمال قطاع غزة لفرض واقع جديد ضد الفلسطينيين، رغم أن مستقبل العملية العسكرية في غزة غير مضمون النتائج. وعلى المستوى السياسي انطلقت في العاصمة السعودية الرياض القمة العربية الإسلامية المشتركة الغير عادية والاستثنائية، وذلك استجابة للظروف اللا إنسانية التي يشهدها قطاع غزة نتيجة للحرب الإسرائيلية المتواصلة. وتأتي القمة بحسب الخارجية السعودية استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية والإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي لمواجهتها واحتواء تداعياتها. وفي ذات الصدد شدد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في افتتاحية القمة على رفض ما وصفها الحرب الشعواء التي يتعرض لها المدنيين الفلسطينيين العزل، كما طلب ولي العهد السعودي بالوقف الفوري للعمليات العسكرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة لدخول المساعدات وفك الحصار المفروض على قطاع غزة، كما اعتبر بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان. هذا وألقى مجموعة من قادة الدول العربية والإسلامية المشاركة بالقمة كلمات بلدانهم محذرين من اتساع الصراع ويندّدون بالإبادة الجماعية، مع إجماع عربي وإسلامي على وقف فوري لحرب غزة وإدانة فشل المجتمع الدولي. وخلال القمة أعلن المفوض العام لوكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة فيليب لازاريني عن فقدان الوكالة 101 من موظفيها في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي، كما أكد بأن 13,000 من العاملين في الوكالة داخل قطاع غزة يديرون 150 ملجأ للأونروا أصبحوا جميعهم نازحين، وذلك نتيجة طرد الجيش الإسرائيلي لأكثر من 1.5 مليون من المدنيين في شمال القطاع إلى جنوبه. وأضاف بأن أكثر من 700,000 امرأة وطفل يسكنون في مدارس وملاجئ الأونروا التي تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير الحياة الكريمة بحسب لازاريني. وأوضح بأن السكان يشعرون بأنهم مجردون من الإنسانية ومهملون ويتوقون إلى مساعدة إخوتهم العرب والمسلمين. ودعا لازاريني خلال الكلمة إلى ضرورة وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن، كما طلب بضرورة دعم الوكالة بالأموال والمساندة الدولية لمنع
الانتهاكات على المدنيين الفلسطينيين. وعلى إثر ذلك رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية في اليونسكو، والذي يسلط الضوء على تداعيات التصعيد العسكري للجيش الإسرائيلي على المدنيين. جاء ذلك إثر تصويت بأغلبية ساحقة للدول الأعضاء في المنظمة على القرار خلال اجتماع الدورة 42 للمؤتمر العام للمنظمة، حيث أكدت الخارجية على أهمية اعتماد القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لاستهداف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والعاملين في مجال التعليم، ووقف استهداف المدارس والكليات والجامعات. وفي ذات الصدد شددت الخارجية على إدانة مواصلة قتل الاحتلال للصحفيين وتدمير المراكز الثقافية في مخالفة واضحة لاتفاقيات ومبادئ اليونسكو. ودعت الخارجية الدول الأعضاء في المنظمة للعمل بشكل عاجل لوقف العدوان وتمكين دخول المساعدات ومنع التهجير القسري للمواطنين وحماية الشعب الفلسطيني. وفي الإطار العربي بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد مع نظيره وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتداعياته الأمنية والإنسانية. جاء ذلك خلال استقبالها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث بحث الجانبان خلال اللقاء جهود خفض التصعيد وتهدئة الأوضاع في المنطقة. كما ناقش الوزيران المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة. وأكد وزير الخارجية الإماراتي للجانب الألماني على ضرورة حماية أرواح المدنيين في قطاع غزة إلى جانب تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في القطاع. كما أشار الوزير إلى أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لإنهاء التوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، لما في ذلك من انعكاسات خطيرة على السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي. وفي ذات الإطار بحث أمير دولة قطر تميم بن حمد مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد خلال زيارة رسمية له إلى دولة الإمارات التصعيد الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. وخلال اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود خفض التصعيد، مؤكدين في ذات الصدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى القطاع. كما شدد الجانبان على ضرورة حماية أرواح المدنيين وفق قواعد القانون الإنساني والدولي وضمان سلامتهم. وفي وقت سابق عقد أمير دولة قطر جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة تداعيات التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأعرب الجانبان عن رفضهما تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة. وعلى المستوى الإنساني تستمر دولة الإمارات في تقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى قطاع غزة المحاصر، حيث يواصل الجسر الجوي الإماراتي نقل كافة التجهيزات للمستشفى الميداني الإماراتي إلى مدينة العريش المصرية. ويتواصل الجسر الجوي عبر 4 طائرات إماراتية تحمل كافة مستلزمات المستشفى الميداني المزمع إقامته داخل قطاع غزة. كما سيرت دولة الإمارات في وقت سابق سيرت جسرا جويا لنقل معدات المستشفى ضمن عملية الفارس الشهم الثالثة الإنسانية التي أطلقتها الإمارات، وذلك للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في غزة والتي تواجه ظروفا استثنائية حرجة. وبلغ عدد طائرات المساعدات الإنسانية إلى 20 طائرة ضمن الجسر الجوي الإماراتي إلى قطاع غزة.